يعني التساؤل كان هل هذه الإجراءات مرجعية دستورية أم لا؟ تشكيل مجلس سيادة جديد كان أبرز تساؤلات عن دلالاته ومرجعيته الدستورية. الآن حينما يعلن مجلس السيادة الجديد يعني التعهد بحكومة مدنية خلال أيام، هل لكل هذه الخطوات مرجعية دستورية برأيك؟ وإذا رجعنا للقرارات الأخيرة التي اتخذها الجنرال البرهان، لا مرجعية دستورية لها، باعتبار أن الوثيقة الدستورية المعيوبة أصلا تتحدث بأن الشق المدني الذي سيشارك في الحكومة الانتقالية يتم ترشيحه من قبل قوى الحرية والتغيير، والآن قوى الحرية والتغيير وفقا للإعلانات التي أطلقها البرهان في 25 أكتوبر، كل المواد التي تم تجميد العمل بها تتحدث عن الشراكة، تتحدث عن لجنة إزالة التمكين، لجنة التحقيق في فض الاعتصام، فبالتالي في نعم دكتور محمد، ولكن المكون العسكري أيضا اتهم المكون المدني بسوء الإدارة وأنه يعرض البلاد ويعرض السودان لمخاطر عديدة، وكان وجب يعني وجب عليها التدخل. كل الجهات العسكريه والجنرالات العسكريون عندما يريدون الانقلاب او الانقضاض على اي اوضاع دستوريه يحاولون ايجاد مسوغات ومبررات على الاقل من وجهه نظرهم قانونيه او موضوعيه. انا في تقديري كلنا نتفق بان كانت هنالك اشكاليات حقيقيه في اداء الحكومه التنفيذيه، وهذا هذه الجزئيات حتى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحدث فيها مرارا وتكرارا وطرح مبادرات للخروج من الازمه. لكن هذا لا يفوت ولا يخول لاي جهه مهما كانت. سؤال لك في عجالة دكتور محمد، لمن سيصطف الاتحاد الإفريقي وهو يلعب دور الوساطة؟ هل ضد قرارات البرهان أم مع المكون المدني؟ بل يعني يمكن أن نقول أنه سيأتي إلى السودان ليدافع عن المكون المدني، إذن لن يكون دور وساطة أقصد. أنا في تقديري الاتحاد الأفريقي كما تدخل عقب 3 يونيو 2019 عندما تدخل وفد من الاتحاد الأفريقي بقيادة محمد الحسن والدباط وطرح مبادرة أفضل إلى توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019، أنا في تقديري سيتدخل ويحاول إيجاد مقاربة ترضي الطرفين. هذه المقاربة الآن من الصعب جدا التوصل إليها باعتبار أن العسكر رافضون بالعودة إلى الوراء، وكذلك الحكومة المدنية الممثلة في عبد الله حمدوك تضع اشتراطات، فهذه الاشتراطات من الصعب جدا لتلك المجموعة العسكرية أن توافق بها باعتبار أنهم هم الآن يخشون من إطلاق سراح المعتقلين، وكذلك لا يعني يعتبرون ان رده فعل الشارع هي عنيفه جدا، فبالتالي اذا خرجوا هؤلاء ربما يكون هناك تصعيد.